نسبة الإعمار بالمحافظة نسبة ضعيفة جدا بمسيرة إعمار المحافظة، وما قاعد نشوف التقدم ملحوظ من ناحية إعمار المحافظة. المحافظة ضخمة جدا، تقريبا ثاني أكبر محافظة على مستوى العراق أو ثالث أكبر محافظة تقريبا حسب معلوماتي يعني. بس اللي قاعد أشوفه وقاعد يلمسه المواطن الموصل لي، الإعمار جدا ضعيف، يعني ماكو فد مسيرة قوية. وبالنسبة أكيد من قبل الحكومة، الأهالي ما يقدرون يشتغلون. هو بالنسبة إلى اللي يتهدم بيته وين كان؟ أكيد كان مهجر وأكيد كان قاعد بالإيجار. فهذا الرجل اللي جاي يبني بيته هسه من جديد، هو سلفا اللي قدام هو مديون، يريد يفك ديونه. بالنسبة لعبء العائلة، وشوف الوضع الاقتصادي بالموصل، أشغال ماكو. فأنت من تنطيه هذا المبلغ الضعيف ما يقدر يسوي أساس البيت. يعني برأيك كافية هي؟ جدا قليل، جدا قليل، وما يفي بالغرض وما يسوي شيء وما راح يقدم أي شيء. إحنا نطلب من الجهات المسؤولة سواء منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحكومية دعم المواطن الموصلي من ناحية الإعمار وزيادة. أكيد أكيد التعويضات لازم ينظرون بها بعد أكثر. والله ما تكفي أخوي السبب. هذول دحر هسه، هذول ماسكين الشوارع هسه، على الشارع أولى لو 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 هاي البيوت المهدمة المشردة، العالم بالإيجارات منتهي أمره. هذا الشارع ملحوق عليه، تدعم ابني عمر ما تكفي فلوس، ما تكفي ما تكفي. يعني محافظة شو عمل؟ يعني شلون ممكن أحد يتعوض؟ شفت أحد يتعوض؟ ما حد، قليل بالمية يمكن. ايش تعوضه مثلا؟ ايش تعوضه؟ ابو العش ما يعطوا مليونين، ايش تعوض؟ ايش يعمل بيها؟ ايش تكفي اخوي؟ ما تكفي يبني له، يبني له دام بيها، ما تكفي ما تكفي الفلوس. زين شو تودي رسالة، شو طالب منها؟ والله طالب الحكومة هاي الأعمار يعمرون البيوت، يدعقون على الفقير المسكين الخطية المعدود. يعني المضطر يلقى مثلا 40 مليون نصها على الأقل شوي، نصها هم قبول ما يخالف، شيء بسيط بس وكر يقعد به خطية يشوف أمره. طالب يصرفهم بأسرع وقت. إيه والله بأسرع وقت لازم ينطوه، ليش احنا ما عندنا فلوس؟